ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير اخواني اخواتي، حياكم الله في لايفنا الليلة. عسى الله يا ربي ينفع فيه ويكتب لنا أجره ويكون مجلس ذكر لنا، ويقال قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الموضوع اللي راح أتكلم فيه الحين كخاطرة بسيطة عشان ندخل على الأسئلة بعدين، اللي هو ماذا تفعل إذا أصابك هم، صار لك ظرف يضيق الخلق، خبر سمعته مو زين، موضوع صار مو عاجبك، أي شيء في حياتك سبب لك هم محاتات، شو تسوي؟ شو تسوي؟ أنا أتكلم على خطوات سريعة، يعني إجراءات مباشرة، ما أتكلم على مدى بعيد، هذا الدور التطمن إن شاء الله إحنا نقوله، لكن الحين بنتكلم عن شيء سريع. يعني أول ما يصير فيني هذا الموقف أو هذا الشعور يجيني الهم والزعل وضيقة الخلق، شنو ممكن أتسوي إجراءات عشان تخفف هذا الهم، تغير نفسيتي شوية، تعدل مزاجي، أقدر أكمل أعيش؟ يعني أربع أشياء سريعة راح أقولها إن شاء الله، بإذن الله تعيننا على موضوع أنه نتصرف وإجراءات نتخذها وقت الإصابة بالهم. أول شيء حاول أن إذا صابك شيء تستغفر، كثر استغفار. ليش الاستغفار؟ شنو علاقة الاستغفار في موضوعنا الهم؟ شوف يا أخواني أخواتي، احنا نعرف ان اي خطأ الواحد يسويه في عقوبة عليه، رب العالمين يعاقب على الخطأ، في عقوبات معجلة في الدنيا، في عقوبات مؤخرة في الآخرة، في أنواع، لكن العقوبة تساوي، أو عفوا الذنب يساوي عقوبة. العقوبة هذه ممكن تكون في مالك، الله يعاقبك في فلوسك، العقوبة تكون في صحتك، العقوبة تكون في حرمان من رزق، أو نسيان علم، أو يصير ثقل في عبادة. شوف العقوبات، يعني ها، يعني العقوبات مو شرط شيء تنطق وقعدك بالفراش، مو شرط، أحيانا تكون العقوبة هم يصيبك، هم هذا ضيقة الخلق، الحزن، الشيء اللي صار لك. عشان كذي احنا نقول استغفر، لأن الله إذا غفر وقبل التوبة رفع العقوبة وشال الهم منك. عرفنا شنو علاقة اللي يستغفر الله يجعله من كل هم فرج، هذا هو، لأن العقوبة قد تكون هي الهم، يعني الهم هذا هو العقوبة، فلما الواحد يستغفر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويغفر لرب العالمين، فيرفع عن هذه العقوبة الهم، ينشرح صدره مرة ثانية. يعني نتعود أن إذا حاشتنا أزمة أو شيء، طبعا نستغفر إن شاء الله بكل وقت، لكن تذكر هذا لما يصير لك أمر يضيق خلقك، كثر من استغفارك. دربك اللي تروح له بالسيارة وانت راح الدوام، الأراد من الدوام، وانت بالفراش ما يتلك النومة، أي وقت كثر استغفار، هذا رقم واحد تسويه كأجراء. أنا قاعد أتكلم أشياء سريعة نقدر نسويها باللحظة. يعني اثنين، افزع للصلاة، روح صل. الصلاة تهدي الواحد، فيها هدوء، فيها راحة، علشان كذي الله سبحانه وتعالى جعلها هي مرجع مع الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني الواحد لما تصير له مصيبة، ايش تقول له؟ اصبر، ما يخالف، تصبر، او قل له صل. النتيجة نفس الشيء، النتيجة الصلاة والصبر يعطونك نفس النتيجة، اللي هو القدرة على التحمل، انك تقاوم وتثبت مع هذا اللي حاشك. يذكر عن ابن عباس او العباس انه كان في سفر ونعي اليه احد اخوانه او اقربائه، يعني انه توفى لك واحد، وصل له خبر، فنزل بالدرب على الطريق كذي، راح توضى وصلى ركعتين، وهو راجع بيركب الدابه كان يتلو قول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاه. يعني انا امتثلت لامر ربي، انا استعنت بالصلاه على تخفيف المصاب والالم والخبر اللي سمعته. فافزع للصلاه تريحك، مثل ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، رب العالمين أرشد إلى هذا، قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذا ضاق صدرك وحاشتك الحالة النفسية والهم بالكلام اللي تسمعه أو يظهر، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يعني روح اسجد، روح صل، طول بالسجود، كثر تسبيح، اشكي لربك، ترتاح. فالصلاة مريحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، ضايق أمر، شد عليه أمر، يروح يصلي. يا بلال أقم الصلاة، أريحنا، نرتاح، صلاة راحة. هذا الأمر الثاني تسويه، مش شرط تنطر صلاة فرض، تقدر تصلي ركعتين سنة، يعني المهم انك صل، ادخل في صلاتك. ثلاثة،
خلك واحد ترجع له، إنسان تثق فيه، تثق برأيه، تثق بعلمه، تثق بنصحه وحبه لك، إن وقت المشاكل اللي تصير لك روح له، مو عشان بس تشكيله، لا لا، تعرف إن هو ممكن يفيدك، كلمة يقول لك إياها، شيء يذكرك فيه، ممكن يعطيك حل. خلك واحد ترجع له. الصحابة رضي الله عنهم كانت هذه طريقتهم، إذا صار في مشكلة روح حق النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، راح هو أبو بكر حنظلة، نافق حنظلة، أنا أحس إن في مشكلة عندي، أحس بنفاق، تعال يا رسول الله عالجني. فرس عليه السلام سأله شو السالفة وبين لنا له الموضوع، ترى كذا وكذا وكذا. فكان الواحد لما يحس إن في مشكلة يروح حق النبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني مرات لما تصيبك حتى حالة، مو بس سؤال شرعي، تصيبك حالة معينة ما تعرف شو تسوي، خلك إنسان ترجع له. كل واحد عاد عنده إنسان يرجع له، واحد يرجع حق أبوه، واحد حق أمه، واحد حق الزوج، واحد حق صديق، واحد اللي هو. المهم إنك أنت في شخص يكون في شغلتين، يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية، لما تشوف رؤية صالحة تقولها حق منه، يعني كذي رؤية في المنام حلوة، قال: لا تخبرها إلا لناصح أو محب. دور هالاثنين، المرجع لك الآدمي خله يكون ناصح ومحب، واحد يحبك، يحبك تعرف انه يحبك، وناصح لك، يعني يدلك على الخير، يدلك على المصلحة لك. هذا انت تعرف عاد من الناس من اللي يحبك ويحب لك الخير وينصحك. هذا الامر الثالث اللي نسويه، انه خلك شخص ترجع له. الامر الرابع والاخير، خلك مكان تأويله. كل واحد فينا ترى عنده طقوس معينة اذا بيعدل مزاجه، تقريبا هذا اللي اتكلم عنه. إذا حاشتك كذي نفسية مو حلوة، عادة يكون عندك مكان شخص، خلصنا الآن في مكان، ممكن ما أكون مع الشخص نفسه، لا بروحي، بس في مكان يريحني. وهم كل واحد حر في المكان اللي يريحه، كل واحد حر. في واحد يروح يحب البحر، يقعد على اليال وجابر البحر ويحس إنه يرتاح، يعني يخف منه. واحد يحب يروح يقعد يشرب له قهوة كافيه يستانس فيه. ويا زين اللي صار ملجئك ومأواك بيت الله، المسجد، هناك الراحة، لأن المسجد هو السكينة، مكان السكينة. أنت محتاج السكينة، محتاج هذا الهدوء، محتاج الرحمة اللي تغشاك، تبي شيء ينزل على قلبك يبرد عليك، يهون عليك. هذه الأشياء كلها موجودة ببيت الله، كلها موجودة هناك، السكينة والرحمة والهدوء هناك موجود. فإذا تعلمت أن يكون المسجد مرجعك، حتى للنساء الأخوات، روحي بصلى النساء، روحي قاعدي بالمسجد ارتاحي، راح تلقين راحة. رب العالمين اللي يروح له بيته يزوره يعتبر ضيف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: محق على المزور اللي هو رب العالمين أن يكرم الزائر. أنت زائر الله، أنت ضيف على الله، شنو تبي؟ الله كريم راح يكرمك، تبي راحة راح يعطيك الراحة، تبي سكينة وهدوء وطمأنينة راح يعطيك إياها، روح بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيته كل تقي، كل تقي يحس أن المسجد بيته، يلقى راحته. هذا اللي قلبه معلق في المساجد، هو وناسه في المسجد، ويؤدي أموره وعيش حياته في المسجد، مشاكله. والصحابة كانوا كذي، كان واحد إذا ضاق خلقه ولا شيء تلقاه يروح في المسجد. اختلف مع أهله، صارت مشكلة، علمه بطالب رضي الله عنه، كان اختلف مع فاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام، يروح المسجد ينام. فالمسجد فعلا ملجأ ومفزع للناس. حاول أنه يكون فعلا هو مردك ومأواك لتأويله، أو تلقى لك مكان أنت ترتاح له. هذه الأشياء الأربعة سريعة تسويها عشان تغير بس الحالة اللي أنت فيها والمزاجية السيئة. أول شيء تستغفر، تكثر استغفار وعرفنا ليش. اثنين، تصلي، قلنا السبب، استعينوا بالصبر والصلاة. ثلاثة، خليك مرجع من الناس، واحد تثق فيه، يحبك ويحب لك الخير ويحب مصلحتك وينصحك. أربعة، مكان تأويله. وخير هذه الأماكن هو بيت الله سبحانه وتعالى. في ناس تروح العمرة، تروح الحرم، هناك أعظم بيت في الأرض، يرتاح رب العالمين، ما يرده خايب، راح يرده أكيد يعني مرتاح. هذه الأشياء الأربعة السريعة اللي حبيت أبينها في إذا حاشك هم وغم. أنا ما تكلمت الحين شلون أزيل الهم أو إني يعني نعالج مشكلاتنا، ما له شغل بهذا كله، إحنا نتكلم عن النفسية بس، شلون نخفف عنها بهالأمور الأربعة اللي ذكرناها. عسى الله يريحنا دوم شوي، بس أحفظ لكم بالستوري وأرجع لكم حق سؤال وجواب.